الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم يسألونك، حلقة نعود فيها مرة أخرى إلى غزوة بدر الكبرى من حيث أسرارها ومن حيث عبرها. وباسمكم أرحب بضيف الكريم في هذه الحلقة، فضيلة الأستاذ الفقيه سيد الحسن إتسعيد، عضو المجلس العلمي الأعلى وأستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط. أستاذ الكريم مرحبا وأهلا وسهلا. بارك الله فيكم ورزاكم الله الاستضافة. وفيكم كذلك أستاذي. ورقمنا الهاتفي الذي يمكنكم من التواصل المباشر معنا هو 05 37 66 17 26. أعيد 05 37 66 17 26. يرافقني في إنجاز هذه الحلقة الزملاء الأعزاء في قسم التوزيع والمراقبة، مع الزميلة حسناء نبيه في الهندسة الصوتية، والزميلة نادية باما في استقبال مكالماتكم، وفي الإخراج الزميل أيمن بن كبور. سيدي الكريم، بعدما بينتم لنا أمس مجموعة من فوائد الحديث عن هذه الغزوة في زمننا المعاصر، وأن ذلك يدخل في التذكير بأيام الله اليوم إن شاء الله، وكنا قد بدأنا الحديث في أسرار وعبار هذه الغزوة، اليوم إن شاء الله نكمل الحديث عن هذا الموضوع. تفضلوا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستاذ الفاضل، مستمعين الأفاضل، المستمعات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أستاذ الفاضل، مما ينبغي أن يلاحظ في هذه الغزوة، غزوة بدر الكبرى، أنها من تدبير الله عز وجل أولا وأخيرا. أقول أولا وأخيرا لأن كل شيء من تدبير الله عز وجل سبحانه، ولكن أحيانا تكون مقادير الله عز وجل يعني مخفية في أفعاله الإنسان، في أفعال العبد، فترى مثلا العدة، وترى مثلا العدد، وترى مثلا فيقع الانتصار، ولكن هنا ما كاينش هاد الأمور المادية الواضحة، الأسباب اللي هي الأسباب الواضحة اللي غتغطي لنا المقادير، واللي غتغطي لنا واحد الإرادة الله سبحانه وتعالى، ونقولها انتصروا لأنهم كثروا، انتصروا لأنهم اختاروا الموقع، انتصروا لأنهم يعني داروا الكمائن، داروا التخطيط، داروا التخطيط إلى آخره. فعلا كان تخطيط، ولكن مقابل ما حدث الأمر تتجلى فيه تدابير الله عز وجل ظاهرة واضحة. ولذلك الغزوة، خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقافلة للعير، ولم يخرجوا للغزوة، والله عز وجل يشير إلى هذه النكتة فيقول ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. كون قلتوا لي القريش جيو احنا وياكم ندبزوا، غادي تختلفوا في الميعاد. علاش؟ لان العدد ديالكم قليل والعدد ديالهم كثير. هذا كيدل على ان المقادير ظاهره، مقادير الله عز وجل. ثانيا، ان الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى بين ملي الصحابه خرجوا كأنما يساقون الموت وهم ينظرون، قال يريد الله عز وجل أن يظهر الحق وأن يزهق الباطل، بمعنى أن ربي سبحانه وتعالى بغى هكا، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. نعم، إلى قوله كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة سيكون لكم، يريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يعني يريد أن يحق الحق بالقلة ويريد أن يبطل الباطل مع كثرته، فهمتي؟ وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، باش يبين لك بأن من كان معه الله لم يفقد شيئا، كل شيء معه، وكل شيء معه، ومن فقد الله عز وجل فقد فقد كل شيء. أيضا يتجلى هذه الأسرى في أن هذاك وهم كارهون، بداو الصحابة كيتناقشوا بيناتهم، كيقولوا هو علاش ما قلينا، ربما يكون كذا باش حنا نوجدوا روسنا، وباش نحنا نقول لهذوك الناس اللي بقاو في المدينه حتى هما يجيو، باش معنا نكون اكثر عددا واكثر عده. هاد الوساوس اللي بدا الشيطان كيزرعها
في القلوب ديال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، اش دار لهم الله عز وجل؟ نزل عليهم النعاس، يغشيكم النعاس أمانة منه. هذاك النعاس كما في كتب السيرة، هناك من أخذه النعاس وهو قائم، وهناك من أخذه النعاس وهو على ظهر فرسه، وهناك من أخذه النعاس وهو يمشي نعس، وهناك من أخذه النعاس وهو جلس. يعني واحد بحال واحد السحابة ديال النعاس دازت عليهم، فهمتي؟ فأخذت بتلابي بنفوسهم فناموا فيها قليلا واستيقظوا، وهذا الاستيقاظ كأنهم خلقوا من جديد، زالت الوساوس. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، الله عز وجل نزل عليهم هذه النومة الخفيفة، الغفوة، باش تزول عليهم هذوك الشوك، باش تزول عليهم هذوك الوساوس ديال الشيطان، فأصبحوا أقوى ما كانوا. النفوس تغيرت وأصبحت شيئا آخر. ها وحدة. وينزل عليكم من السماء ماء، لأن اللي وصلوا بدر هي مكان رملي، وكتعرف المشي في الرمل كيداير بصعوبة. إذن ربي سبحانه وتعالى نزل لهم الماء حتى تتلبد الرمال، باش الرمال باش المشي يكون تلبد، ما معنى تلبد؟ باش تمشى فيه بعادي بحال اللي كتمشى في التراب. وينزل عليكم من السماء ماء، هذا الماء شحال فيه من فائدة؟ ينزل عليكم من السماء ليطهركم به، باش بعد توضوا وتشربوا ويذهب عنكم الرجس الشيطان، يزول عليكم هذوك الوساوس، هذوك الوساوس ديال الشيطان، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام فيش في الرملة ديال بدر، هذاك التلبد حنا عبرنا عليه بتلبد الرمال، الله عز وجل قال ويثبت به الأقدام. وهذه أستاذ فاضل، هاد الغيث اللي نزل على الضفة، العدوة الدنيا كما اسمها القرآن الكريم، على العدوة الدنيا ديال بدر، نزلت على العدوى القصوى اللي فيها المشركين، ولكن كيف نزلت؟ نزلت عليهم صاعقة وقوضت خيامهم وجرفت التربة تحت أقدامهم، يعني هي مع أنها أرض واحدة وسحبة واحدة، وبينتهم يعني بينتهم شبه واد، شعبة، شي حاجة قليلة، شعبة بينتهم شعبة. هاد الجانب كانت له رحمة، وهذا الجانب كانت له عذاب. وذاك الشيء علاش قال من الرسول صلى الله عليه وسلم نقول إلى شفنا الشتاء، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، لأنه في السماء رزقكم وما توعدون، في السماء رزقكم اللي هو الشتاء وباش تثبتوا وتعطي الخير، وما توعدون اللي هي الصواعق اللي نزلت على الأقوام السابقة وأمطرنا عليهم مطرا. نعم، فهمتي؟ إذا المطر فيه كل شيء، فيه في 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 ما يكره الإنسان وفيه ما يحبه الإنسان. ولذلك هاد الغيث، هاد يعني السحابة اللي نزلت على الضفة اللي هي اسمها القرآن الكريم العدوة الدنيا. نعم. اللي فيها الصحابة، نزلت على العدوة القصوى اللي فيها المشركين، ولكن اش درت لهم؟ وحلتهم، يعني درت لهم الوحل، فهمتي؟ وسالت يعني سالت بهم الأرض وما يقدروش يتمشوا فيها. إرادة الله بمعنى وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه، ويثبت به الأقدام. أو أزيد واحدة أخرى من هذه الأسرة اللي كتبان فيها المقادير لله عز وجل، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالملائكة نزلت في بدر، نزلت 5000، نزلت 6000، نزلت 1000، هذه الآيات كلها كانت في القرآن الكريم. والمشاركة دي الملائكة في بدر أستاذي الفاضل كما عليه إجماع أهل الحديث وأهل السيرة، كانت مشاركة فعلية، مشاركة معنوية، يعني كانوا حاضرين، لان بعض الناس كيبغيو مثلا يقولوا، يقول لك هذاك الملائكه بمعنى التأييد المعنوي، ربي قوى وثبت القلوب الصحابه نفسيا صحيح ثبتهم نفسيا، ثبتهم قلبيا، وربط على قلوبهم كما قال الله عز وجل، يعني ليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. ولكن في نفس الوقت الملائكه مشاركين، واستدلوا ب أن واحد من المشركين مثلا كان كيدبز مع واحد من المسلمين فطار رأسه، شكون اللي طير الرأس ديالو؟ أحد الملائكة. أن واحد ليس بفعلي الإنسان وإنما بفعل الملك، وإنما بفعل الملك، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام حاضر بفرسه إلى جانب المسلمين يقاتل في بدر، إلى غير ذلك من الشواهد والأدلة الموجودة في كتب السيرة وفي كتب الحديث. أضيف إلى ذلك وحدة أخرى،
قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. رب سبحانه وتعالى يعطي الثبات للمؤمنين ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم في قلوب أعدائهم، وبالتالي تكون الهزيمة، لأنه إذا انهزم القلب انهزم كل شيء. نعم. ولذلك نعم سمحت لنا كاين مكالمة إن شاء الله. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. ما بقاش معنا، يعود إن شاء الله يتصل بين المستمع أو المستمعة. إذا نرجع سيدي الكريم، هذا الإرادة الإلهية الظاهرة لكل من تأمل هذا الحدث. نعم، يعني ينبغي أن تتأمل هذه الآيات، هذه الأسرار وهذه الآيات اللي موجودة في سورة الأنفال. يعني ابتداء من أول سورة الأنفال الإنسان يقرأ بتأمل غادي يلقى العناية الله سبحانه وتعالى بارزة وظاهرة. ولذلك يقول العلماء أن الانتصار في بدر معجزة، ومن اللي كان يقول معجزة بمعنى ليس من فعل البشر، لأن ما يقدر عليه الإنسان يكون عاديا، وما لا يقدر عليه الإنسان يكون معجزة، لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة. ولأن رب سبحانه وتعالى أراد أن ينصر نبيه وأن ينصر أتباع نبيه من أجل أن يتقووا، أن تتغير حالهم من الضعف إلى القوة. لأن أشنو قال عز وجل كما قرينا في الآية البارحة، آية آل عمران، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما معنى أذلة؟ ليس المراد بأذلة هنا أذلة كما كان عارف هنا ذليل، لا، المراد به قلة العدد وقلة العدة، فهمتي؟ فالله سبحانه وتعالى أراد أن يكثر عددهم فيختبئ الناس تحت راية الإسلام. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقويهم بما أخذوا من الأموال ومن الفداء من المشركين. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم أعزة بعد أن كانوا أذلة. ولذلك كان فيصلا، علاش علاش العلماء مثلا كيذكروا كثيرا في المناسبات غزوة بدر وما كيذكروش الغزوات الأخرى، قالوا لا هذه هي الفيصل. غزوة بدر بالنسبة للغزوات بحال الهجرة بالنسبة للأحداث الأخرى، يعني قلبات الموازين. الموازين قلبات الموازين، فيحسب للأمة الإسلامية بعد غزوة بدر ألف حساب. قبل غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع مع جماعة من الناس في المدينة، بمعنى لا يباه لهم ولا يبالي بهم أحد. ولكن بعد غزوة بدر الكبرى أصبح للمسلمين والإسلام شأن عظيم. والذين يعني بيّنوا هذا المنافقون أنفسهم، كان النفاق في المدينة غير ظاهرين قبل سميتو قبل غزوة قبل هذه الغزوة. علاش؟ لأنهم كيتكلموا كيقولوا ذاك الشيء اللي عجبهم، والأمر يعني سهل بالنسبة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيعتبر مع المهاجرين يعني جمع من الناس. ولكن لما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصر معهم المسلمون عاد بدأ النفاق، وهو إخفاء الكفر وإظهار الإسلام. نعم. اسمحوا السيد الكريم نأخذ أول مكالمة ونعود إن شاء الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مرحبا سيدي. كدار سيدي بخير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك، الله يجازك فيكم خير الجزاء. امين واياكم الاسم كريم. الحمد لله سيدي، كنهضر مع السيده كنقول لها اسمح لي، راه اول مره كنهضر مع هذا البرنامج هذا، اول مره سيدي. مع عمري. مرحبا سيدي، الله يجازك بخير. واخا ما قول لي الاسم ديالك، قول لي الاسم ديالك الى جات على خاطرك. الاسم ديالك؟ نعم. اسم محمد ديالك. عاشر من اقليم تونات، من دائره غصي. سي محمد من اقليم تونات، تفضل سيدي. عندي واحد جوج اسئله. الركعه الاخرانيه ديال الصباح، الركعه عند رفع من الركوع الاخير، الركعه الاخرانيه ديال الصباح، كيبقى يعني الامام كيبقى واقف واحد شويه هكا يركع. ياك. نعم. يعني الا كنت بوحدي واش يمكن لي، زعما كنصلي بوحدي واش يمكن لي نبقى واحد شويه هكا نركع، ولا يعني عاد نكمل الفاتحه والسوره ونركع؟ واضح السؤال ديالك. الله يجازيك. والسؤال الثاني، جزاك الله خير الجزاء، يعني العتر في رمضان بالنهار، العتر يمكن لي يمكن لي ندير العتر ولا هل يجوز العتر في نهار رمضان؟ وقصيد قام على السؤال ثاني، وباقي لي اسئله اخرى ولكن من بعد ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. بارك الله فيك. مرحبا سي محمد من غفساي، ونسمعوا السيد الكريم الجواب ديالكم على السؤال الاول، انه هذه سؤال على قنوت. نعم. الصبح. نعم، سؤال على القنوت، يعني كيصلي مع الامام والامام كيسكت، ماشي كيسكت، وانما كيقرا دعاء القنوت. نعم. دعاء القنوت سنه ماضيه في صلاه الصبح، ولكن ليست سنه مؤكده،
بمعنى اللي ما درهاش خصو يدير قبل السلام ولا بعد السلام، لا هي سنة خفيفة إلا درها الإنسان مزيان. الإمام اللي كيسكت شنو كيقول؟ كيقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله، ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. إلى ما عرفها الإنسان يمكن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسقم مقام القنوت، لأن القنوت في الأصل هو الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاته يدعو على قومي على رعل وزكوان وعصي عصص الله ورسوله الناس اللي قتلوا لها 70 من القرى في بئر معونة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم بمعنى يدعو عليهم في صلاته. نعم. ربي سبحانه وتعالى خلاه شهرا كاملا يدعو عليهم. في آخر الشهر جاء جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد إن الله لم يبعثك لعانا ولا سبابا وإنما بعثك رحمة، بما صفتك باش تبدأ تلعن وتسب دائما في الناس، ولكن ربي أعطاه الفرصة بمعنى أعطاه حتى شفى فيهم حتى دعا عليهم مدة شهر شهرا فعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام هذا القنوت اللي فيه تعلق بالله سبحانه وتعالى، لي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونخلع ونخنع ونخلع كين ونخنع لك بمعنى الخنوع، الخنوع بمعنى كان خضع لك، ونخلع بمعنى نخلع ونترك، هذاك ونترك كتفسر ونخلع الخلع بمعنى كترك أعداء الله عز وجل وتنابذهم، ونخلع من يكفرك اللهم إياك نعبد يا رب يا رب أنت المعبود ديالنا، وإليك نسعى ونحفد، إليك نسعى وإليك نحفد، الحفد هو الإسراع في المشي. نعم. وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكفار ملحق أو بالكافرين ملحق. جوج الحوايج بين الخوف والرجاء، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. هذا الشيء اللي كيقول الإمام من اللي يسميتو يسكت، من اللي يسكت وانت ما تحفظ مثلا ما حفظتش هذا القنوت مزيان تمشي لي تقول لك كتب لي القنوت وتحفظه، الا ما حفظتي قول ربنا آتنا في الدنيا حسنه بينك وبين نفسك. نعم. ماشي سرا الا كل شيء كيكون سر، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وعاد تركع الا ما درتيهاش الصلاه ديالك صحيحه. هو قال لك استاذي الا كان هذا اللي كان مع الجماعه الا كان يصلي بوحديته الا كان يديرها في داره يديرها يديرها يقرا الدعاء القنوت ولا اي دعاء عجبه بعد ما يكمل الصوره ديالو يقرا الدعاء بينه وبين الله عز وجل، هذا هو دعاء القنوت. نعم. اذا كان فذا أو إماما أو مأموما يقرأ القنوت. واخا أستاذي السؤال الثاني ديال سي محمد قال العطر في نهار ديال رمضان، في رمضان يجوز، هناك بعض العلماء يقول بالكراهة لأنه فيه واحد يعني كاين عيش مثلا وما إلى ذلك، ولكن الصحيح المشهور أنه جائز خاصة أستاذ اليوم في عصرنا اليوم الإنسان مع العمل وهذيك صحيح وكنصليو مع بعضنا في الجامع الإنسان إلا ما دار شي حاجة كتولي نؤذي بعضنا إذا الجواز لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. نعود مرة أخرى إلى أسرار غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الأستاذ الفاضل من 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 بين أسرارها ووقائع وأحداثها أن واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان قريب من بدر جاءه أحد الصحابة اسمه الحباب بن المنذر فقال له يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ بمعنى واش ربي اللي قال لك انزل هنا ما تفوتوش لا القدام ولا الوراء، ولا القضية هي الرأي والاجتهاد؟ قال لي مثلا بل هو الرأي والاجتهاد. قال لي إذن هذا ماشي مكاننا. علاش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جربش يعني المعارك كما جربوها الانصار رضوان الله تعالى عليهم في الزمان الجاهليه ديالهم ملي كيتقاتل الاوس والخزرج والقبائل الاخرى، هما عارفين كيف تدار الحروب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف كيف تدار الحروب لانه ما كيحضرش. نعم. ما كيحضرش في الحروب، وان حضر في حرب الفجار وفي حرب الفضول حلف الفضول وحرب الفجر، ولكن ديك الساعه باقي صغير صلى الله عليه وسلم، وانما يعطينا بليل اعمامه وما مشارك هو برايه ديك الساعه وما مشارك بفعله وانما يساند من 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 الخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي القضيه الراي والحرب والمكيده. معنى الراي والحرب والمكيده بمعنى ان المسلم ينبغي ان يكون حاذرا من عدوه، هذا معنى الحرب هنا والمكيده.
الكيد حرام إلا في ضد الأعداء، بمعنى ما تعطيش نعم. الأسرار ديالك العدو ديالك، ما توريش نقاط الضعف للعدو ديالك، ما توريه فين يعني فين غادي يضربك، وإنما خصك تكون هذا هو باش ما يقول لك شي واحد وانتم كتقولوا الحرب والمكيدة، المكيدة في الإسلام، واش كاين المكيدة في الإسلام؟ ليس في الإسلام مكيدة، ولكن المكيدة لعدو الإسلام وعدو المسلمين. والله يعني في هذه الحالة هذه، في هذه الحالة هذه تحاربوا معاه، في هذه الحالة هذه ماشي غير المسلم كنديروا معاه المكيدة، لا 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 لا، يعني في الحرب، في الحرب، في الحرب، في السياق ديال الحرب. والمكيدة ماشي ضد الكافر، المكيدة ضد العدو ولو كان مسلما، الذي يواجهنا، الذي يواجهك ويحمل السلاح ضدك، فلا بد من المكيدة معه، فهمتي؟ نعم، فلا بد من أن تكيد له لأنه يكيد لك. نعم، كيقلب على نقاط الضعف انت تقلب له على نقاط الضعف ديالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا نزل على رأي هذا الرجل، فقال العلماء هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فصوب له احد اصحابه الاجتهاد. وغادي نرجع ان شاء الله استاذ الكريم ناخذ مكالمة جديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا سيدي. اولا بدا كنشكركم على هذا البرنامج، بارك الله فيك، كل القائمين على اذاعة محمد السادس القرآن الكريم. طيب الا كان ممكن عندي واحد جوج ديال الاسئله. مرحبا، قول لنا الاسم ديالك وتفضل. يونس من اقليم سطات. مرحبا سي يونس، تفضل. السؤال الاول هو الصيام عن الكلام، واش يعني كاين في الدين ديالنا شي حاجه سميتها الصيام عن الكلام؟ حيت واحد الزوجه ديالي كديرو دائما، كديرو كيف كيفاش كديرو؟ شرح لينا بالنسبه يعني ما كتبقاش تتصور، ما كتبقاش تتكلم حتى مع الزوج ديالي، حتى معك انت حتى مع الزوج ديالي. مازال ما كاينش وليدات، ولكن الحمد لله معايا انا، ما كتقول لي راه غنصوم على الكلام، وكنقول لها انا ربما الا كان راه خاصك بعدا تاخذي زعما تاخذي الابن ديالي استنادا لهذاك الحديث ديال لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا بابنه. واخا سي زعما قلت واش كاين شي قياس على هذا الصوم؟ واخا سي السؤال الثاني. السؤال الثاني هو ملي كتكون خاصم مع شي حد وكتمشي تصالح معاه ولكن دائما كيأذيك، واخا غتصالح معاه كيأذيك، واش خاصني ضروري نبقى ديما نتصالح معاه؟ واش غيبقى عليا شي ذنب او لا زعما نبعد منه؟ ولا شنو الحل في هاد الحاله؟ يعني لما انت كتمشي عندو كيأذيك ولا غير كيرفض انه يستقبلك؟ لا كتصالح معاه، ربما كيدخلوا الناس اخرين زعما الجيران ولا العائله، وكيعاود نفس يعني كتصالحوا عاد كيرجع. واخا كنصالحوا عاود ثاني كيرجع. واخا سي يونس، بقى معنا ان شاء الله وتسمع الجواب. شكرا. مرحبا، مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات. أذكر أنكم تتابعوننا بشكل مباشر عبر برنامج يسألونك عبر إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. نذكركم بالرقم الهاتفي ديالنا اللي كيمكنكم من التواصل المباشر معنا، 05 37 66 17 26. أعيد 05 37 66 17 26. نذكركم أنه معي في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الفقيه سيد الحسن إدسيد. إذا نشوفوا سيدي الكريم، سي يونس جوج ديال الأسئلة، الزوجة ديالو قال لك خذات هذه الفكرة ديال أنه صيام عن الكلام. نعم، هو يتساءل هل له يعني شي حاجة في الدين؟ قل الأخ الكريم والأخت الكريمة الله يبارك فيهم ووفقهم إن شاء الله عز وجل ووفق جميع المستمعين والمستمعات الأفاضل والفضليات. الميزان ديال الكلام هو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني كاين الصيام عن الكلام، ولكن عن الكلام القبيح، ماشي عن الكلمة الطيبة، ماشي عن الكلام مع الزوج، ماشي عن الكلام مع الناس. الصيام عن كاين، ولكن علاش؟ على الغيبة، صوم على الغيبة، وصوم على النميمة، وصوم على الكذب، وصوم على يعني آفة اللسان كلها المختلفة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فليقل خيرا، قل الخير، بمعنى الكلمة الطيبة ما تصومش عليها. بمعنى كاين هذيك مثلا السيد، نضرب المثال بالاخ والاخت لان هو جوج ديالهم كيسمعوا دابا سي يونس، هو السعيد مثلا كيعيط عليها الزوج ديالها تقول لي انا ما نجاوبك حيت انا صايم. لا، خصك تجاوب،
لان هذا الزوج كيقلب على الكلمه الطيبه يسمع مدنه ولو هي كتعيط وهو يجاوب لان فهمتي ولو يكون في الامور ديال الحياه العاديه مثلا كيسول على شي حاجه وهذه ولا بغى يجمع معها ولا شي حاجه في الامور اللي هي ديال الحياه البسيطه كيف ما بغات تكون لان الزوج والزوجه جسمان في روح واحده عندهم روح واحده نعم هن لباس لكم وانتم لباس لهن يعني في امورهم يعني تجاوبها ويجاوبها ويكون بيناتهم اسم يصوموا علاش ما ياكلوش اللحوم ديال الناس هذا هو اللي خصهم كاملين هذا نصوموا عليه نصوموا عليه كاملين الرجال والنساء ما ناكلوش اللحوم ديال الناس نعم. يحب احدكم ان ياكل لحم اخي ميتا فكيفكم نصوم على الكذب نصوم على غيرها من الامور التي حرم الله عز وجل ولكن الكلام لا هذاك قول السيده مريم اني نذرت للرحمن صوما تقصد الصوم عن الكلام يعني فلن نكلم اليوم انسيا ولكن علاش حيث هي عندها مشكل بالنسبه لها هو معجزه بالنسبه لله عز وجل وبالنسبه لسيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام ولكن بالنسبه لها مشكل حيث جاءت بولد بدون اب فمن يصدقها فربي سبحانه وتعالى قال لها اسكتي انت اسكتي راه الولد يتكلم عن نفسه يعني المعنى في سياق مختلف مختلف تماما لان خليها تتكلم هي ولا تحلف من يصدقها فالله عز وجل قال اسكتي انت اسكتي الله عز وجل غادي فلما سكتت واشارت الى الولد قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يقل بوالدي عنده والدة فقط سيدنا يحيى قال وبرا بوالديه هذه قال وبرا بوالدتي يعني قام المحامي ديالها هو اللي هو ولدها وسكتت عن الكلام اما يسكت الانسان عن الكلام المباح اللي هو الكلام بين الناس او عن الكلام الواجب وهو اجابه الدعوه واجابه الشخص الذي يناديك لأنه واجب أنك تجاوبه ولا ترد عليه السلام تقول أنا ما نتكلم حي رد السلام واجب ترد عليه الكلمة الطيبة صدقة إذا عندنا صيام أستاذ عن الكلام ولكن الكلام قبيح. القبيح أما الكلام الطيب فهو مطلوب لأنه مفاتيح القلوب هو الكلمة نعم. والكلمة الطيبة بارك الله فيكم إذا السائل بلا ما يحتاج الحديث ديال أنا ما أتأخذ اليد ولا ما تأخذ لأن السياق مختلف تماما والأمر غير وارد نهائيا لهذه القضية هذه لأن ربما والله يجزيكم بخير أشرتم إني نذرت للرحمن صوما فإن كلمة اليوم السياق مختلف ربما تكون الأخت الكريمة أخذت من هذا نعم بغات تكون في حال السيدة مريم فهي السياق مختلف واخا أستاذي السؤال الثاني قال لك شي مرة كتبغي تصالح شي واحد وكتمشي وكيدخلوا الناس وكتصالحوا وصافي تكدولي الامر عاوتاني يكرروا الإذاية انا غنقول للمستمع الكريم والمستمعين جميعا الله يبارك فيهم وتقبل منا ومنهم الصيام وصالح الاعمال نقول لهم واحد سميتو ديال سيدنا علي واحد الحكمه ديال سيدنا علي رضي الله تعالى يقول قيمه الانسان ما يحسنه اذا كنت تحسن انك تصالح مع الناس دائما ودائما تكون منك المبادره هذه قيمتك اذا كان هو فقط لا يحسن الا الايذاء هذه قيمته خصك انت تشوف القيمه ديالك داك الشيء اللي كدير انت واش ربي بغاه ولا ما بغاه شيء لا شك انه بغاه الانسان اللي كيمشي يلا خير فهمتي ويحضر راسه ويتصالح مع صاحبه يقول لي اسمح لي ويعتذر انت مظلوم وتعتذر يعني هذه قمه في يعني الاخلاق في الضغط على حدود النفس القمه في الضغط على حدود النفس لان نفس ديال بنادم اللي كتكبر كتقول لي انا ما نخدعش انا ما نطلب منه السمح هو خصو يطلب مني فهمتي حيت هو اللي ظلمني وكذا اودي انت احضر راسك وسير قول لي السلام عليكم وعليكم السلام عفى الله عما سلف وانتهى الكلام ياك نعم فحينئذ اذا كان انسان فيه خير راه سينقلب الى صديق حميم كما قال القران الكريم يدفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كان ولي حميم ولكن لا هو ما عرفش هذا المعنى هذا المعاني اللي انت يعني كتحرك فيها المعاني ديال مكارم الاخلاق الشيم الحسنه نعم. والخصال المحموده ما عرفهاش نهائيا غادي تصالح معك قدام الناس وغدا يوديك عاوتاني حيت ما عرفش شنو كدير انت نعم. ما عرف بانك كترقى وهو ينحط في الدركات هو كينزل وانت كتطلع هو كيهبط وانت كتطلع وهذا المعنى اللي كنقول ماشي غير جبته غير من راسي هو قوله صلى الله عليه وسلم لرجل قال يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني وأسأل عنهم ولا يسألون عني
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فيما تقوله فكأنما تصفهم المل. معنى تصفهم المل بحال لك تعطي كطعمهم للرماد الحار. المل هو الملة يعني الرماد اللي فيها العافية. بمعنى هما كيتحرقوا وانت كترقى، هما كيديو الاسم وانت كدي الأجر. ولهذا الإنسان ما يملش من الكلمة الطيبة، ما يملش من أنه يتصالح مع أو الثاني وانت دائما ربح. وخليه اللي بغى إلا ما بغى شيء يربح هو ويستمر معك في الصدقة، خليه دائما أخسر مالك أنت. أستاذ شي مرة كيطرح واحد السؤال دابا شي واحد كيكون هذا الخصام، لأنه كيكون إنسان أحيانا كتكون هذه خاصة في الأقارب مؤذي مؤذي، يعني لما كتكون انت وياه على وفاق يعني كتجيو عند بعضياتكم هذه كيأذيك في أهلك تيأذيك في دارك تيأذيك، فكتاخذ انت القرار كتقول ودي هذا نخلي معاه، ماشي غنقاطعو مره ولكن نخلي معاه العلاقة محدودة خارج اللي وخا حنا عائلة. هذيك مسألة أخرى، لو حنا عائلة حنا عائلة يعني راه كاين الرحم بيننا ولكن نظرا لأنه كل ما اقتربت منه كاين إذاية، واش يجوز شرعا انني ناخذ قرار انني في اذا تلاقيت برا السلام عليكم وكفى؟ هذه ليست مقاطعه، ماشي مقاطعه، ماشي مقاطعه ملي كتسلم عليه. احنا كنفهموا اننا اذا ما مشيناش عنده للدار وما مشينا للدار لا رحنا ملي كيأذي الانسان في العرض ولا كيأذي في الولد ولا كيأذي في المال، فهمتي؟ هذه إذاية ماديه، إذاية واضحه ملموسه وبالتالي غادي تكون العلاقه ديالي معاه محدوده، معنى محدوده نسلم عليه نسول فيه ولكن ما يجي عندي ما نمشيش عنده. نعم. فهمتي؟ نعم. ولكن تبقى الحدود ديال انني نسلم عليه ونسول فيه، فهمتي؟ ونتصل به في التليفون بخير وعلى خير، اواشركم بركه، تقبل الله منكم صالح العمل، فهمتي؟ مزيان، ولكن عارفني بانني ما بغيتش انا يجي عندي حيث غيأذيني مثلا. نعم. ولا انا نمشي عنده لانه ربما يأذيني في داره، لان خاف ممن لم يخف الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه مساله وهذه مساله اخرى، خذوا حذركم ولكن في الوقت نفسه كما قال سيدنا عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني. انا ما نخدع شي واحد ولكن ما نخليش واحد يخدعني، يعني بمعنى يخدعني، يستغل الطيبوبة ديالي، يستغل الاخلاق ديالي ويؤذيني ويؤذيني باستمرار. لا ما نخليش يؤذيني، ولكن في الوقت نفسه ما نتعامل معه بواحد المقاطعه شامله، ما يهدرنيش ما نسلم عليه حيث يؤذيني، نسلم عليه ونحتاط من تصرفاتي. إذا قلنا بحال النوع الإنسان اللي كيكون شوية مؤذي، إذا اكتفينا معه غير بالسلام عليكم كافية. الله يجعل بركة، يعني هذه ما بقيناش قاطعين، لأن الحدود خصك تدير مع واحد، خصك تكون فاقيها نفسك في قدر ما لا يضرك، لأن الشرع يقول الضرر يزال لا ضرر ولا ضرر. ملي غنعرف أنه بقدر ما أنا أتواضع له يؤذيني والإذاية قاسية جدا ربما تؤثر، لأن هذا الشيء كيكون في المجتمع. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. والعافية للجميع. كتصل إيديا مثلا إلى أن يشوش بينك وبين زوجتك مثلا. نعم. أن يشوش بينك وبين أخيك، بينك. نعم. وبين الوالدين ديالك، فهمتي؟ من ولادك بحال هذا تنصحه تقول له ما تدخلش في هذا الموضوع، هذا الله يرحم الوالدين والسلام عليكم، وخليني في التقر أنا وياك. نعم. جيران أنا وياك، السلام عليكم وعليكم السلام، ولكن هذا الموضوع الله يجزي بصريح العبارة. نعم. ما تخليش في هذه النقطة هذه الله يرحم والديك. نعم. باش يعرفني بأنك عرفتي بالإيدية ديالو. نعم. إذا نعود مرة أخرى أستاذي الكريم إلى أسرار غزوة بدر، احنا اليوم ياك أستاذي. نعم. القضية ديال التاريخ. نعم. اليوم هو 17 رمضان اللي وقعت فيه غزوة بدر الكبرى في ساعة من نهار. الغزوة ما خدتش أياما ولا ساعة من نهار، انتصر فيها الحق وانهزم فيها الباطل. السنة أستاذ السنة الثانية للهجرة، يعني رمضان السنة الثانية للهجرة، أول رمضان سموه الصحابة أول رمضان. إذا رمضان فرض في السنة الثانية، فرض في السنة الثانية. السنة الأولى ما كانش، لا السنة الأولى ما كانش رمضان، السنة الثانية فرض فيه شعبان، وفرض فيه الإذن بالدفاع عن النفس بالجهاد، نزل فيه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فجهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أول صيام صاموا، في أول صيام صاموا رضوان الله تعالى عليهم. كنا كنتكلم على القصة ديال الحباب بن المنذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عن رأيه لرأي الحباب بن المنذر، فقال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم هنا تصرف القيادة، بمعنى أنه ينظر إلى ما هو الأصلح وإلى ما هو الأنفع للأمة، ولا ينظر إلى ما هو رأيه هو.
نعم. وإنما ما هو مفيد للأمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسن سننا للقادة، يسن سننا يعني لقادة الجيوش وقادة الأمة، باش أنهم يخذوا بالآراء ديال الناس والإشارات ديال الناس باش تكون الأمة على رأي واحد. نعم. نفوت لواحد نقطة مهمة جدا عودة لي ديال الأسرى، لأن بعد ما وقعت المعركة في كما قلت في ساعتين من النهار قتل من الصحابة 14 وقتل من المشركين 70 وأسر 70. يعني شوف الصحابة اللي هم القلة القليلة عندهم القدرة أنهم يأخذوا الأسرى بدل من أن يفروا كل واحد يقلب فين التخبى، هم اللي القواو في المعركة أخذوا الأسرى. على كل حال اللي بغيت نوصل ليه في القصة ديال الأسرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تشدوا الأسرى في هذه الليلة كان سيدنا العباس يئنوا في الأسر، معنى يئنوا يعني كي تسمع عليه الصوت ديالي كيقول أح أح أح، يعني حيث هذاك الحبل باش شدوه مزير عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم رخفوا لهذا الأسير الذي يئن، هذا كدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للأسرى حقهم، لأن الإنسان من اللي كيوقع الشخص في الأسر ديال الخصم ديالو كتكون عنده الحقوق ديالو كاملة، لأن ذاك الشيء اللي كتخاف منه حيته ليه، وهو السيف مثلا في ذاك الزمان ولا البندقية في أي زمان آخر ولا أي سلاح، من اللي كتنزع منه السلاح ديالو كيولي إنسان كاملة الحقوق كاملة الأهلية الحقوق ديالو. نعم. بمعنى تطعمه وتكسوه إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نأخذ سنرجع ونرجع إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا نستي. بغيت نطرح الأستاذ واحد الأسئلة. الله يسر عليك. مرحبا. الاسم كريم. الخيراوي عبد الرحمن. السيد الخيراوي عبد الرحمن تفضل أستاذي. تفضل أستاذ. بغيت نقصك على واحد السيد سميته واحد صديق تيكون مضي. فاش يكون مضي فاش توصل وقت الصلاة داك الشيء تيجيه حافك تبول تتزير و تيمشي تيتبول و تيدير الاستنجاء ديال الخطيب ديالو و تيمشي يصلي. هذا واش ديجا الوصلة ولا لا؟ واخ ولكن ما تي فهم. واضح. واخا شكرا. باقي شي سؤال اخر و اسئله؟ واحد سؤال اخر الله يسر عليك. مرحبا. هذه بقى سميتو انا والاصدقاء هنايا على حسب الصلاه. كنصليو دابا بحال دابا الظهر اربع ركعات جوج ركعات يا ربي بحال دابا العشاء كنصلي بالجهر. ايه بالجهر و جوج تالين ديال الركعات التالين تصليهم في السيرت ديالك. ايه الفاتحه وتقرا سوره. كتقرا هذه في الركعات الثالثه والرابعه كتقرا الفاتحه والسوره. هل دايزه ولا لا؟ تسمع ان شاء الله. تسمع. شكرا. بقى معنا سيدي. مرحبا. سعد الرحمن الاستاذ خيراوي عنده جوج ديال الاسئله. الإنسان إذا مشى يصلي وأحس أنه مزيّر ومشى للتواليت واكتفى بأنه غسل الذكر ديال، واش هذا كافي؟ لا ما كافيش، لأنه ينتقض الوضوء. لأن من نواقض الوضوء البول. أنا ربما أستطيع قصد لأنه ما استنجاش، يعني ما قامش بالعملية الاستنجاء الكاملة. لا هو قال لك وكيتوضى، يعني هو توضى قبل ياك وجاء توقضى حاجة الإنسان. سواء يستنجى او يستعمل الكاغيط مثلا وما الى ذلك من المنظفات. نعم. الا انه ينتقض الوضوء خصو يعاود الوضوء. واش كيقصد هكا؟ ما انا غنقول له الا كان مثلا قال لك توضى وجا باش يصلي وقع كيتزير كيمشي كيقضي الغرض ويستنجى ولا كيمسح مثلا ياك ويمشي يصلي بلا ما يتوضى. لا لا خصو يتوضا. هذا يعني صالح هنا ما بطل، لان خصو الاستنجاء، خصو ماشي الاستنجاء، خصو الوضوء كله. الوضوء كله علاش؟ لان البول من نواقض الوضوء. نعم. اما اذا كان كيقصد ندير الاحتمال ربما اذا كان كيقصد انه مثلا كيدير الاستبراء وكيمسح مثلا بالكاغيط اللي كيوجد مثلا في دورات المياه بلا ما يستعمل الماء والتوضا وصلى الوضوء ديالو صحيح.
لأن الاستنجاء يقوم مقامه الاستجمار ما يعني. يسمى في الفقه بالاستجمار والاستجمار كما يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله واجه هذا الاستجمار من بول ذكر كغاية لما كثيرا ينتشر من اللي كتزول النجاسة بالكاغيط مثلا لكي يستعمل الناس دابا ولا بالحجر لكي يستعمل الناس مثلا في البادية وما إلى ذلك هذا يكفي بالنسبة للاستنجاء ولكن غادي توضى نعم. أما إذا كان هو كيتوضى وعاد كيدير الاستنجاء وما كيعاودش الوضوء لا الوضوء ديال خصية باطلة لأن خصو يتوضى نعم بعد كل تبول بعد كل غائط بعد كل نفس خرج من الإنسان خصو يتوضى وخو السؤال الثاني قال لك العشاء كيصليو جوج ركعات جهرا والركعتين الأخيرتين كيصليها أيضا وسرا ولكن كيدير فيها الفاتحة والسورة لا ما فيش في غير الفاتحة هذوك الصور كلها هذوك الصور الاخرانيين جوج الاخرانيين ديال الظهر وجوج الاخرانيين ديال العصر والحده الاخرانيه ديال المغرب وجوج الاخرانيين ديال العشاء فيهم فقط الفاتحه ما فيش الصوره اذا مثلا انسان غلط ودارها لا اشكال في ذلك معليش معليش يسجل البعدي لا القبلي ولا البعدي زياده هنايا مثلا زاد صوره قال العلماء لان الصحابه انما ادركوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كيديرش الصوره بالاقتصار يعني كيكون كتكون الوقفه ديالو قصيره فقالوا اذا يكتفي بالفاتحه وربما كيقول ايه ولا ايتين فهمتي فقالوا لو الانسان مثلا دار الصوره فصلاته صحيحه ولكن الصواب وما كان عليه يعني العلماء انه ما كاينش الصوره يعني ما يديرهاش قصدا ما يديرهاش قصدا اذا وقع نسيانا ماشي مشكل راه ما عليه والو ما عليه ما عليه الزياده نعم واخا استاذي نعود مره اخرى الى اسرار كنا كنتكلم على الاسرار ديال بدر ملي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل الانين ديال واحد منهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خفوا لهذا السيد هذا اللي كيشكو منه قالوا يا رسول الله انه العباس والعباس عمو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رخفوا عليهم كاملين علاش باش ما يقولوا الناس انما رخف علاش على على عمو قال لي رخفوا عليهم كاملين فرخفوا عليهم بمعنى خفوا عليهم فهذوك سميتو باش شدينهم باش يرتاحوا ها وحده كتدخل فيهاش كتدخل في المعامله مع الاسرى قبل اتفاقيه جنيف ليش للمحافظه على حقوق الاسرى المسألة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم الغد ليه استشار الصحابة قال لهم ما رأيكم فهؤلاء الأسرى شنو غنعمل لهم فسيدنا عمر قال يا رسول الله هم أعداؤك وداروا لك وخرجوك وقتلوك وكذا قتلهم واحدا تلو الآخر سيدنا أبو بكر قال لي يا رسول الله إنهم قومك رحمهم خذ منهم شيء من الفداء لعل الله عز وجل يرد بهم الإسلام هنا جوج الصحابة تكلموا وهم الكبار وهم من هم الرقم واحد والرقم جوج الصحابة أبو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم شنو غيقول لهم باش يبين لهم بأن كل واحد منهم على الصواب كل واحد منهم على الصواب قال إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم حين قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثل عيسى حيث قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بمن أعطاه جوج الأنبياء كانوا قدوة له قال ومثلك يا عمر موسى حيث قال ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ومثل نوح حيث قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا بمعنى أن هذ الموقفين اللذين اتخذهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم اتخذهم الأنبياء من قبل نعم ترى مع من سيكون النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مع من سيكون النبي صلى الله عليه وسلم وحنا في الحلقة ديال الأخلاق مكارم الأخلاق سيكون النبي صلى الله عليه وسلم مع الأرفق والأوفق والأسهل والأيسر لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أي الأمر أيسر وش يقتلهم كاملين 70 واحد ولا يأخذ منهم الفيدة ويطلق سراحهم يكون النبي صلى الله عليه وسلم الفيدة وهذا الفيدة النبي صلى الله عليه وسلم راه ما أعطاهم واحد القيمة يعني موحدة وإنما كل واحد أشنو دار ليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنده الفلوس النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم حيث القوم ديالو اللي عنده الفلوس كيشرط ليه واحد المبلغ اللي عنده شويه كيقول ليه واحد شويه
اللي ما فحالو شيء نعم كيطلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بلا ما يعطيه اللي كيعرف الكتاب يعني الخط والكتابه كيقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم انت غادي تعلم 10 من المسلمين الخط والكتاب وسير في حالتك نعم يعني كل واحد اشنو الفيده ديالو هذا علم 10 من المسلمين واطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحه هذا ما عندوش اطلقوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث ما عندوش وهذا عنده والنبي صلى الله لباس عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي انت تعطي قد وقد حيت لباس عليك ومشى عند الفضل عند العباس العم ديالو قال لي انت تعطي قد وقد عمو شدد عليه قال لي يا رسول الله من اين لي المال قال لي يكفي ما اعطيته لام الفضل لما اردت الخروج الى بدر ام الفضل هي زوجته خدا واحد الصوره الفلوس قال لي يا ام الفضل انا غادي لدابا المعركه ما عرفتش واش غنرجع ولا ما رجعش خذ هذه البركه هذه الا رجعت غنسولك ما رجعتش نفقها على راسك وعلى ولادك فقال لي يا رسول الله هذا اسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله قال لي بس مالك ما عاد سلمتي قال لي يا رسول الله والله لم يحضر لهذا الكلام الا انا وام الفضل يعني ما عرفتش شكون اللي جاب لك الخبر عرفت بانه جاك الخبر من الله عز وجل فهمتي قال لي بس بارك عليك ذاك الشيء اللي عطيتي لأمي الفضل قال لي والله ما حضر لنا ثالث يا رسول الله انا عطيتها في جوفي في الليل اعطاها قال لي خذ هذا المال هذا الى رجعت غادي نقول لك فينا هو باش نفقع عاوتاني على روسنا ما رجعتش نفقع على راسك وعلى ولادك فاسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه راى جاي دابا النبي صلى الله عليه وسلم خذ الفداء وقضي الامر نعم ونزل القران الكريم استاذي الفاضل نزل القران الكريم الى جانب عمر وليس إلى جانب أبي بكر وليس إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل يا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريد عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم هنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام يعني دق به الحال لأن القرآن الكريم قال لي علاش انت اخذتي الفتنه خصك تقتل هاد الناس حتى يسخن في الارض ترى السؤال الفاضل القران الكريم اللي كيقول هذا الكلام هذا نعم واش مع ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ولا مع عمر؟ هذا الراي ديال عمر ولكن لو كان مع ابي بكر لو كان مع عمر ما غاديش يسكت حتى ينتهي الكلام حتى يتنفذ من الامر نفذ لان كما يقول الاصوليون علماء الاصول يقولون تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز ما تؤخرش البيان عن وقت الحاجه انت محتاج للبيان بمعنى محتاج للوحي باش تنفذوه وسكت عليك الواحد حتى نفذتي وعاد جاتك كيعذبك قال العلماء لان ربي سبحانه وتعالى بغى يبين لنا الرحمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانه يقول بلسان اخر بلسان الحال كانوا كيقول للمشركين أنتم تستحقون العقاب ولكن هذا النبي نبي الرحمة صلى الله عليه وآله هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ولذلك اختار منكم الفداء واستبقاكم ولذلك الخطاب جل الأسرع والثاني قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ها هو ذاك الشيء اللي ظن النبي صلى الله عليه وسلم كيصدق القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم أشنو ظن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنه بسبب انهم لعل وعسى ان يسلموا وقد اسلم كثير نعم منهم نعم ومنهم سهيل بن عمرو اللي كان اللي اجرى الصلح على يده سهيل بن عمرو اخذ من الاسرى وكان شاعرا وكان كي يقول الشعر في المسلمين كيسب المسلمين بالشعر ملي تشد في الاسر قال لي سيدنا عمر يا رسول الله خليني نحيد ليه الثانيه ديالو نحيد ليه سنانه يعني كان كيتكلم في الصحابه ويتشبب بنساء المسلمين خلينا نحيد سنانه باش ما يبقى فصيح قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر دعه لعل الله سبحانه وتعالى يسرك به في موقف اخر الرحمن يعني شوف يوم ارسلناك الى وبين لنا البعد ديال نعم ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين لاختار ايسرهما ما لم يكن اسمع وكذلك كان اخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الفداء واسلم كثير منهم نعم استاذ مكالمه جديده معنا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدي بخير الله يبارك فيك مرحبا رمضان مبارك تفضل الله منا وصلي على رب العالمين الله يخليك عندي واحد الاسئله الله يخليك ذكرني بالاسم ديالك حليمه الهرام
مرحبا سيدة حليمة، تفضلي. شوف سيدي، أنا ما قارياش وكنقرا القرآن الكريم، وأنا ما كنفهمش بزاف، كنفهم شي كلمات ولكن ما كنفهمش بزاف، غير تعرف واش عندي شي أثر ولا لا. يعني أنت كيفاش ما قارياش وكتقري؟ يعني ما قارياش بزاف، يعني كتقري لا ما قارياش كاع، ما قارياش كاع، ولكن كنقرا، ما عرفتش إذا تلقيت راسي كنقرا غير كويس من عند الله وصح. يعني كتشدي المصحف ولكن ما كان لا كتشدي المصحف كتشوفي الكلمات والحروف كتقريهم؟ كنشوف الكلمات وكنقراهم بصح، ولكن ما كان عارف فين كيف كيهضر، زعما قليل فين كيعرف شي كلمه، ما كتفهمش المعنى، ما كتفهميش المعنى، لا ما كنفهمش المعنى. بارك الله فيك. واخ، وسؤال اخر الله يخليك. اييه، دابا انا عندي التسبيح كنسبح به وبس، عقل بقى لا بغيت نقول شي حاجه 70 مره ولا 100 مره، كان بحال كان بغيت نصلي على الرسول كنحسب به واش ديز ليا ولا لا. يعني كتسولي على التسبيح ياك؟ التسبيح زعما ماشي كنسبح، ولكن كنت بغيت نحسب، غير كنحسب كنصلي على الرسول وكنحسب به واش ديز ليا ولا لا، خاصني نسبح به. صافي، واخا بقي معنا ان شاء الله. مرحبا مرحبا، سمعي الجواب ان شاء الله. سمعتو السيد الكريم، السائله كتقول ما عرفتش كيفاش، ولكن نعم، ولكن اراده الله سبحانه وتعالى. يسال شي مره ما عرفت، المهم هي قال لك ما قارياش، ولكن المصحف كتعرف تقرا فيه. غير السؤال ديالها هي انها ما كتفهمش المعنى ديال الكلمات، واش عندها زعما شي اجر رغم انها لا تفهم القران الكريم. بالنسبه للاخت الكريمه، لعلها ما قارياش، بمعنى ما قارياش، ما متقفه شيء، ولكن حربت الاميه، بمعنى كتشجع. انا سولتك قلت لها زعما انا فهمت، قال لك لا ما قرياش. هذا فضل من الله، هذا فضل من الله عليها، هذا فضل من الله عليها. اولا وقبل كل شيء غادي نبشرها بان لها الاجر، لان اي واحد كيحاول يقرا القران الكريم ويعاني في قراءته، سواء في الفهم او حتى في تقويم الحروف، ويعاني له اجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقرا القران ويتتعتع فيه لو أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. ربك يعطيها الأجر ديال هذوك الحروف اللي كتقرأ، لكل حرف 10 حسنات، وكيعطيها الأجر ديال هذيك المشقة، لأن كتحدى المشقة، كتحدى هذيك الصعوبة، لأن الإنسان في الحقيقة ملي كيصعب عليه واحد الحاجة كيتركها. هي لا، هي كتقرأ ومرة مرة كتهز المصحف كتقرأ، فلها أجران. بالنسبة للمعنى، إلا فهمت شي حاجة مزيان، ما فهمت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا بغات شي حكم ولا شي حاجة تسول الفقهاء، ولا تصنت مثل هذه البرامج راه وضعت لهذا الغرض. الا عندها الفرصه ان مثلا تبقى تصنت دائما لهذا البرنامج المبارك، راه غادي تستفد منه كثير من احكام الاحكام الفقهيه وما الى ذلك. هذه النقطه، النقطه اللي باش غنختم هذا السؤال هذا، وهو انها ان شاء الله الا كان شي مسجد قريب ليها وفيها يعني الاخوات يعني اللي كيحاربوا الاميه، تمشي تقرا معهم، راه كتكون واحد المحفظه تما، كتحفظ الصور القرآن الكريم، وكيرددوا الاخوات كيرددوا من وراها، وكيقوموا بعد الكلمات ياك، يعني تعرف كيفاش تقرا بشكل سليم، باش تعرف كيفاش تقرا بشكل سليم. وكيسولوها في المعنى، هذوك الاخوات اللي هما كيحاربوا الاميه، كيسولوا الاستاذه ديالهم في المسجد، كيقول لها او استاذه شنو المعنى ديال كذا، ما معنى اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى اياك نعبد واياك نستعين. نعم، وهي كتشرح لهم شويه بشويه، والامه فيها الخير الحمد لله. نعم. بالنسبه للسؤال الثاني استاذ، ديال انها كتذكر الله وكتسبح وكذا، تستعمل السبحه مزيان، تستعمل السبحه مزيان، تستعمل السبحه، لان السبحه فيها جوج الحوايج مهمين جدا. الاول انها تذكر، لان ملي كدير السبحه كتذكرك بالذكر، انك خصك دير الذكر ديالك، نعم، المذكرة السبحة كما يقول العلماء. الفائدة الثانية أن الإنسان كيكون عنده واحد الطموح أنه يحقق واحد العدد ديال الهيلالة مثلا. نعم، مثلا 100 الهيلالة، 100 الصلاة على النبي، 100 استغفر الله. إلى كتسبح غير من هكذا بدون السبحة، كتوصل 10 ولا 15 كتعيا، ولكن السبحة كتشجع أنك توصل، فيها الخير كثير، فيها الخير كثير. بارك الله فيكم أستاذ. آخر مكالمة معنا في هذه الحلقة، السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سي هشام، بارك الله، مبروك عواشرك. الله يبارك فيك اسيدي، مرحبا. ومبروك العواشر ديال الشيخ ديالنا، الله يجازيك بخير. في الراديو الله يجزيك بخير، انت واخا. نعم اسيدي، نعم، باش ما يكونش مشوش. نعم نعم اسيدي، فيه بشكل نهائي. ومرحبا، اسم كريم. مبارك الصحراوي من دار بداني اقليم الدريوش. مرحبا السي مبارك الصحراوي، اقليم الدريوش. تفضل. نعم. تفضل.
جزاك الله. بغيت نسول الشيخ واحد السؤال على أدبيات المسجد، لأن لاحظت في هاد العواشر المباركة أن الناس ملي كيدخلوا وخا التراويح وخا صلاة العشاء غير الهضرة غير الهضرة، والفقيه يعني كيتبرزت بزاف يعني كيبرزتوا. بغيت وشلة ديال الناس راه غادي يسمعوا الجواب، راه وصيتهم قلت لهم إلا اتصلت بالشيخ ديالي غادي يفسر لنا أدبيات المسجد. الله يجازيك بخير. نعم. لأن إلا جيتي دابا تهضر في وسط المسجد واحد ما يتقبلش الهضرة ديالنا وكاين غير ذلك. واضح مسألة مهمة. نعم. جدا. الله يجازيكم بخير، الله ينوركم، والله يزيد الله يزيد في العمل ديالكم، الله يوفقكم ان شاء الله. بارك الله فيك سي مبارك، بارك الله فيك. شكرا. بقى معنا سيدي وتسمع الجواب. هذه مسألة مهمة جدا سيدي. نعم. خاصة في رمضان. في رمضان ملي كيجيو الناس تقريبا كاملين كيعمروا المسجد، وبالتالي كتوقع الأخطاء. كنجيبوا السادة وليداتنا الصغار، واحيانا كنجيبوهم ما كنكونوش معاهم. نعم. يعني كيجيو الوليدات كيدخلوا بوحدهم بلا بواتهم. واحد المساله استاذ يلاه الناس قلت واحد المساله غير البارح سمعت على ان سيده كتصلي بسميتو بالكرسي. نعم. وشي مراه واحده اخرى موراها جابت بنيته صغيره عندها يمكن 3 سنين 4 سنين. السيده كتصلي بكرسي، الاخرى البنيه كيحط عليها الكرسي. تلين الكرسي خطر. يعني خطر. والام ربما تقول لك انا في خشوع ما خصنيش، وتشوف ربما هذه السيده تهرس ربما يوقع. صح. يعني هذه الامور هذه الادبيات ديال المسجد بشكل عام. اولا نبدا ورخصوا حق هذا خصو صحيح حلقه خاصه. خصنا نبدا بالصبيان ونرجع للصبيان. ما نجيبش للمسجد الصبيان الذين لا يعرفون معنى ان يقول لهم مثلا باهم ولا امهم قلت ولدي ما تحركش حتى نصلي. يعني تمييز غير مميز. الدري غير مميز علاش تجيبوا للجامع؟ انت غتشوش ما تعرفوش واش خرج ولا دخل. نعم. لان الدراري كيبقاو يجريو في الصفوفه لا بحال هذا ما نجيبوش للجامع. نجيب واحد يجي يتعلم كيفاش يصلي، اللي غادي نقول له يا ولدي وقف حدايا شحال صلينا دابا، يقول لك با صلينا جوج صلينا ربعه وشد معايا التراوح مثلا. كيتعلم التراوح، كيتعلم الصلاه، كيسمع الفقيه، كيتعلم كيفاش يصلي. ولكن واحد اللي غيبقى يجري لا نخليه في الدار لواحد اخر يقابلو ولا الاختو ولا انا غنشطن والناس ونشط الناس اخرين. اذا الدراري ما نجيبش المسجد الدراري غير المميزين اللي ما كيعرفوش. قلت ولدي الا قلت لي قلت عاد كيزيد. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان المسجد بيت الله، الا مشينا ليه خصنا نكون في مستوى الضيافه ديال الله سبحانه وتعالى. فهمتي؟ بمعنى اننا نكونوا خاشعين، اننا نتادبوا مع بعضياتنا، اننا ما نحقرش بعضياتنا. نقول ما نجي للجمع وعاد كان بين انا شكون انا، وكان عاد كان ما يهضرش معايا فلان وما يجلس معايا فلان. لا خصني نجي ونعتبر راسي واصغر الناس. نعم. في هذاك المسجد، لان اكرمكم عند الله اتقاكم. وهذا الاتقى شكون اللي يعرفه؟ التقوى ما كاينش، ما كتبان في الجبهه، ما كتبان في اللسان، ما كتبان ولكن في القلب. ولذلك لا تدري هذاك الانسان اللي غتحقر انت حداك ربما يكون اتقى منك، وبالتالي فلين له في لينوا في ايدي اخوانكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. غادي تدخل وغادي تقدم الرجل ديالك اليمنى وتقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وتجلس في اقرب مجلس اليك، بمعنى لا تتخطى الرقاب، ما تكون اخر من يدخل وتبغي الصف الاول. تكون في الاول. الا بغيتي الصف الاول جي الاول. اجي بكري. اجي الاول. كتشوف الانسان مثلا كيجي كيلقى 5 صفوف كاينين واش كيتخطاو يتخطاو يتخطاو ماشي حدا المنبر ولا ماشي حدا المحراب. الوقت للاسف كما قلت لك هذا الموضوع كبير جدا. يحتاج غير هذوك اللي كيبقوا يهضروا استاذ كيجي الكلام لا يجوز لك في المسجد الا لصالح المسجد، وهو مثلا اجي حدايا تقدم للصف كلمه واحده ماشي نبقى نهضر يعني اللي كتتعلق بالصلاه. نعم. اما اللي ما كتتعلق بالصلاه. نعم. كلام الدنيا لا علاقه له بالمسجيد. نعم. اذا كان الاستاذ واحد 20 ثانيه ولا خلاصه واحد الكلمه جامعه ماني على الموضوع. خلاصه استاذي الفاضل هو ان غزوه بدر الكبرى فيها دروس وعبر متعدده، منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيعلمنا كيف تكون الامه امه واحده، وان النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وان الله عز وجل انما ينصر المؤمنين وينصرهم بوحده كلمتهم ووحده صفهم، وينصرهم سبحانه وتعالى بعداله قضيتهم. لا ينبغي للانسان ان يخوض معركه وهو فيها مخطئ، ينبغي ان يخوض معركه
وهو فيها محق فإن الله عز وجل سينصره سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الفقيه السيد الحسن السعيد. أذكر أنكم عضو المجلس العلمي الأعلى وأستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات ودراسات القرآن. يا شكرا لكم مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات.